أعزائي طلاب جامعة ميد أوشن، في برنامج ماجستير التسويق الرقمي ديجيتال ماركتينج، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة من مقرر ديجيتال أناليتكس. محاضرة اليوم بعنوان ديجيتال ميجرمنت أو المقاييس الرقمية. الموضوعات التي سنناقشها في محاضرة اليوم إن شاء الله، سوف نبدأ بالإنترودكشن أو المقدمة، ثم سنناقش موضوع The Four Categories of Digital Measurement. هنقسم الديجيتال ميجرمنت إلى أربع فئات رئيسية، ثم سنناقش هذه الفئات بالتفصيل في العناصر اللاحقة، وهذه الفئات هي البراند إمباكت، الكونسيومر أوتكمز، الكاستمر فاليو، وأخيرا الأتريبيوشن. بنقول انه موضوع الديجيتال ميجرمنت، المقاييس الرقميه، بتلعب دور مهم جدا في الديجيتال ماركتنج. الدور اللي بيلعبه الديجيتال ميجرمنت تقدر تنظر ليه كمثال عليه، يعني موضوع ان انت بتبحر في البحر باستخدام بوصله. البوصله دي هي اللي بتوجهك كبحار ناحيه الشرق ناحيه الغرب. ما تقدرش تبحر في البحار والمحيطات بدون استخدام البوصلة، على الرغم من إن البوصلة دي قد أنت كبحار في بعض الأحيان تستغنى عنها وتعتمد على خبرتك وحاسك، لكنها عنصر أساسي ما تقدرش تستغنى عنه في جميع الأوقات. فالديجيتال ميجرمنت في الديجيتال ماركتينج بتمثل البوصلة التي يستخدمها الماركتير لتوجيه جهوده التسويقية بطريقة صحيحة، على الرغم من إن القوانين والأنظمة التي تنظم وتفرض قيود على موضوع حرية البيانات واستخدام البيانات في الديجيتال ماركتينج كل يوم بتزيد، وهذه القيود والقوانين بتحد من قدرة المسوقين الرقميين على الوصول إلى البيانات واستخدامها، إلى إنه لا زال استخدام البيانات هو جزء مهم جدا في التسويق الرقمي، وما زال الديجيتال ميجرمنت يمثل أهمية عظمى وقصوى بالنسبة لمن يعمل في مجال التسويق الرقمي أو الديجيتال ماركتينج. ففي سياق التسويق الرقمي، الديجيتال ميجرمنت مينيمايزز uncertainty in evaluating marketing performance. المقاييس الرقمية بتقلل من تأثير الانسيرتينيتي. يعني ايه الانسيرتينيتي؟ حالة عدم التأكد، حالة الشك، لأن أنت ما عندكش مقياس تقيس من خلاله. الديجيتال ميجرمنت بيوفر مقياس تقيس من خلاله، وتستطيع أن تقيم الجهود التسويقية وأداء الأنشطة التسويقية المختلفة في المنظمة. And fuels instinctive decision making، وبيساعد في عملية اتخاذ القرارات الغريزية، يعني بيعطي لمتخذ القرار في المنظمة القدرة على أن يكون القرار متخذا بناء على معلومات صحيحة، بناء على المعلومات توفرها هذه المقاييس. ففي هذه الحالة يكون اتخاذ القرار ليس مبني على الغريزة فقط، وإنما بمساعدة المعلومات التي توفرها الديجيتال ميجرمنتس أو المقاييس الرقمية. فبنقول إنه الميجرمنت does three important things for a brand. المقاييس بتوفر للبراندات والشركات ثلاث فوائد رئيسية في هذا الإطار. أول حاجة establishes a source of truth، مصدر للحقيقة. يعني إيه؟ يعني الديجيتال ميجرمنت بتمكن الستيك هولدرز اللي هم أصحاب المصلحة في المنظمة، مجلس الإدارة والمديرين والموظفين وحتى الموردين والعمال وغيرهم، بتمكنهم إن هم يكون عندهم بيانات فيها ريليابيليتي، اعتمادية، يعني في بيانات نقدر نعتمد عليها، بيانات تم جمعها وفقا لمقاييس علمية صحيحة، فنقدر نستخدمها في تقييم الأمور المختلفة في المنظمة وقياس المتغيرات المختلفة، ونقدر نستخدمها في اتخاذ القرار. فمن خلال الديجيتال ميجرمنت بنقدر نحدد الكلير كاستمر فاليو، القيمه الحقيقيه للعملاء،
ودي هنعرفها في المحاضرة بتاعت النهاردة، والكي بيرفورمانس انديكيتورز او الكي بي ايز، مؤشرات الاداء الرئيسية اللي نستخدمها في قياس الاداء التسويقي وقياس الاداء في المنظمة عامة. بنقول كمان انه الديجيتال ميجرمنتس بيساعد في أو it helps organizations through insight discovery. بتساعد المنظمة الديجيتال ميجرمنتس في انها تفهم سلوك العملاء في عملية الشراء، ايه اللي بيأثر في عملية الشراء لدى العملاء and the effect of marketing efforts، وتأثير الجهود التسويقية المختلفة في الكاستمر جيرني، رحلة العميل. يعني من خلال الديجيتال ميجرمنت اقدر افهم ايه هي العوامل اللي بتاثر في سلوك العميل، وايه تاثير الجهود التسويقيه المختلفه في رحله العميل اثناء الشراء. يعني هل لو انا استخدمت مثلا السيلز بروموشن اللي هي التخفيضات والخصومات والعروض، العروض التخفيضات وخلافه، هل لو انا استخدمتها ده هيجذب العملاء؟ هل هيكون له اثر ايجابي على سلوك الشراء لدى العملاء؟ ام ان استخدام التخفيضات ممكن يكون له اثر سلبي من خلال ان العملاء يشوفوا ان او يظنوا ان المنتج ذو جوده رديئه او خلافه. تمام، فبنقول ان الديجيتال ميجرمنت allows for insight discovery، بيعطي للمنظمه انسايتس، رؤى وافكار عن السوق وعن العملاء وطبيعه اتخاذ القرار الشراء عند العملاء وخلافه. الديجيتال ميجرمنت enables activation of insights. من خلال الديجيتال ميجرمنت اقدر كمان استخدم الانسايتس اللي انا وصلت لها في تخطيط وتنفيذ الجهود الترويجيه والجهود التسويقيه المختلفه. انا عندي موارد محدوده، سكيرس ماركتنج ريسورسز، اقدر اوزعها بطريقه علميه وبطريقه صحيحه على التشانلز المختلفه والانيشيتيفز والبارتنرز المختلفين اللي انا بتعامل معاهم. ازاي اقدر استغل الموارد المتاحه عندي افضل استغلال؟ تمام، من خلال الميجرمنتس اللي هي اللي بتقول لي اقدر اوزع الموارد ازاي على الشركاء والمبادرات والقنوات المختلفه اللي انا بستخدمها في الديجيتال ماركتنج. فبناء على العوامل الثلاثه اللي احنا شرحناها، بنقول انه الاناليستس بيستخدموا الميجرمنتس علشان يساعدوا المنظمة على النمو، يساعدوا في الجروث بتاع المنظمة من خلال a combination of understanding and accountability، من خلال ان هم يساعدوا المنظمة على انها تفهم المتغيرات المختلفة اللي بتأثر على الأنشطة اللي بتقوم بيها، ومن خلال انها تضع معايير للـ accountability او المحاسبة، ازاي نحاسب الاطراف المشتركه في الجهود التسويقيه، وازاي نقيم الجهود التسويقيه المختلفه اللي بتقوم بها المنظمه وهكذا. نتكلم دلوقتي على موضوع the four categories of digital measurement، التصنيفات او الفئات الاربعه الخاصه بالمقاييس الرقميه. هنقول الديجيتال ميجرمنتس بتغطي موضوعات متنوعة أو عناصر متنوعة، الأهداف بتاعة المنظمة، البلاتفورمز اللي بتستخدمها، التاكتكس اللي بتعتمد عليها. تمام، فعشان كده محتاجين فريم ورك أو إطار نصنف من خلاله الديجيتال ميجرمنت، والإطار ده بنلاقيه في الشريحة التالية. الشريحة دي بتصنف لنا الديجيتال ميجرمنتس المختلفة إلى أربع فئات رئيسية. أول فئة البراند إمباكت. البراند امباكت في الديجيتال ميجرمنتس بتجاوب على سؤال مهم جدا، How will does marketing improve the way consumers perceive your brand؟ ازاي العملاء الكاستمرز او المستهلكين الكونسيومرز شايفين البراند بتاعتك، وايه تأثير الماركتنج ايفورتس المختلفة على البرسبشن، على إدراك العملاء للبراند. تمام، فإن أنت تقدر تفهم إزاي الأنشطة التسويقية بتأثر على رؤية العملاء للبراند، بتخليك تقدر تقيم الديجيتال ماركتنج بيرفورمانس، أداء أنشطة التسويق الرقمي وعلاقتها بتحسين صورة البراند في السوق. تمام، الفئة الثانية من فئات الديجيتال ميجرمنتس هي الكونسيومر اوتكمز،
ودي بتجاوب على سؤال مهم جدا: How will does marketing drive value for you across each and all sales channels؟ ازاي الانشطه التسويقيه بتخلق قيمه وبتحرك القيمه او الفاليو من خلال كل واحده من القنوات المختلفه، ومن خلال القنوات المختلفه مجتمعها، يعني تاثير الماركتنج ايفورتس اللي في الشركه على عمليه خلق القيمه وتقديم القيمه للعملاء من خلال القنوات التسويقيه المختلفه. تمام. الفئه الثالثه هي الكاستمر فاليو، ودي بتجاوب على سؤال بيقول: How well does marketing help you maximize value from your consumer؟ ازاي الانشطه التسويقيه اللي بتعملها الشركه بتساعد في تعظيم قيمه العميل؟ ازاي العميل الواحد نقدر نحصل منه على اعلى مردود ايجابي للشركه؟ بقول لحضرتك ده بقى من خلال اوبتمايزنج بروفيتابيليتي، تعظيم الربحيه من كل عميل بيشارك او بيشتري منتجات الشركه. تمام. المقياس الرابع وهو الاتريبيوشن، وده بيجاوب على السؤال: How well do you measure and value the impact of your media across channels؟ ازاي الشركه بتقيس وبتقدر حجم التاثير لقنوات للوسائط المختلفه في القنوات الرقميه؟ تمام. هنلاقي ان الثلاث كاتيجوريز الاولى اللي هما البراند امباكت والكونسيومر اوتكمز والكاستمر فاليو، الثلاثه بيبداوا السؤال بتاعهم بيبدا بعباره هاو ويل داز ماركتنج. فبنلاقي في البراند امباكت: How well does marketing improve the way consumers perceive your brand؟ ازاي العميل، ازاي الانشطه التسويقيه بتاثر على البرسبشن، ادراك العميل للبراند. الكونسيومر اوتكمز اول جمله برضو مشتركه: How well does marketing drive value for you across each and all sales channels؟ بيركز هنا على خلق القيمه وتقديم القيمه للعملاء من خلال الشانلز المختلفه. في الكاستمر فاليو الفئه الثالثه السؤال الجمله الاولى: هاو ويل داز ماركتنج هيلب يو ماكسمايز فاليو فروم يور كونسيومر؟ ازاي انت كشركه تقدر تعظم القيمه اللي بتحصل عليها من كل عميل او من كل مستهلك؟ السؤال الرابع اللي في الفئه الرابعه اللي هي الاتريبيوشن هو المختلف، بيقول: هاو ويل دو يو ميجر اند فاليو ذا امباكت اوف يور ميديا اكروس تشانلز؟ ازاي تقيس وتقدر حجم التأثير الخاص بالميديا، الوسائط المختلفة اللي تستخدمها في قنوات التواصل مع العملاء؟ بعد كده هنستعرض الأربع فئات بالتفصيل. بنبدأ بالفئة الأولى وهو البراند امباكت، وهنا يعني بنحط لها عنوان يعبر عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه في هذه الفئة، وهو making the intangible tangible. كلمة tangible يعني مادي أو ملموس، المضاد بتاعها هو intangible، غير مادي أو غير ملموس. بقول لحضرتك إزاي نحول الأشياء اللا ملموسة إلى أشياء ملموسة. البراند امباكت، المقاييس اللي بتستخدم في هذا الإطار بتعبر أو بتقيس شيء غير ملموس، عايزين نحوله إلى مقاييس رقمية ملموسة من خلال تحويله إلى أرقام ونسب وتقديرات زي ما هنشوف في الجزء القادم. الشركات بتسعى دايما إلى تقدير أصولها الغير ملموسة، ومن ضمن أهم الأصول غير الملموسة هو البراند، العلامة بتاعت الشركة. البراند كأصل لا يمكن، هو أصل غير ملموس، يعني مش منتج، مش آلة، مش مبنى اقدر اقيسه بطريقه ملموسه، لا. ففي عده طرق بتستخدمها الشركات لتقدير قيمه الاصول غير الملموسه واهمها البراند. تمام. هذه التقديرات التي يتم عملها للبراند، الهدف منها قياس تاثير البراند على انشطه الشركه ومدى رضا العملاء عن البراند الخاص بالشركه وهكذا. الطريقه الاولى لتقييم البراند امباكت هو بنسميها الاسيسنج اتريبيوتس، تقييم السمات.
في هذه الطريقة بيتم تقدير قيمة البراند من خلال تقييم مجموعة من السمات أو الأتريبيوتس المختلفة المتعلقة بها. هذه السمات زي مستوى رضا العملاء، مستوى ولاء العملاء، الوعي أو الأويرنس بالبراند، الماركت شير أو الحصة السوقية للبراند في السوق، يعني البراند بتاعتنا تملك قد إيه حصة سوقية في السوق الذي بتعمل فيه وهكذا. بحيث يتم عمل وزن نسبي لكل سمة من هذه السمات وفقا للصناعة التي نعمل بها. يعني في صناعات نعطي وزن نسبي أعلى لرضا العملاء، في صناعات أخرى نعطي وزن أعلى لولاء العملاء أو الحصة السوقية وهكذا. على سبيل المثال، وكالة الإعلانات يانج أند روبيكام طورت مقياس يسمى البراند أسيد فاليتور. البراند ده بيركز على مقياس أسيسنج أتريبيوتس أو تقييم السمات. النهج ده او الطريقه دي اللي هي البراند اسيت ايفاليتور بيقيم البراندات المختلفه بناء على عده معايير زي الاختلافات بين العلامات او بين البراندات وبعضها اللي هي الديفرنشيشن، الريليفانس، صله العلامه التجاريه او صله البراند للجمهور، الاستيم، مدى الاحترام اللي بتحظى بيه البراند، النوليدج، مستوى المعرفه لدى البراند. المقياس ده الاسيسنج اتريبيوتس عفوا بيساعد الشركه على فهم كيفيه تاثير البراند على ادائها وخدمتها في السوق. المقياس الثاني هو مقياس البراند ايكويتي او القيمه التجاريه للبراند، قيمه البراند. يعني في الحقيقة إن البراند إيكويتي هو أحد أهم المفاهيم في علم الماركتينج عموما، وهو بيمثل القيمة اللي بتتمتع بيها البراند في عقول وقلوب العملاء والمستهلكين. تمام، العملاء شايفين البراند بتاعتنا إزاي، وبيتم قياس البراند إيكويتي في الحقيقة له عدة مقاييس، لكن أحد أشهر المقاييس ليه بيتكون من ثلاث معايير. أول معيار هو الإفكتيف ماركت شير، حصة السوق الفعالة. ده بيعبر عن مدى قدرة العلاء البراند في إنها تحصل على حصص كبيرة من السوق مقارنة بإيه؟ بمنافسيه. الإفكتيف ماركت شير ده بيتم عن طريق إن إحنا بنجمع كل الحصة السوقية اللي في السوق لكل الشركات اللي شغالة في الصناعة. تمام؟ ونقارن حصتنا السوقيه كحصه السوقيه بتاعت الشركه بتاعتنا من اجمالي هذه المبيعات. يعني لو اجمالي مبيعات مثلا في صناعه السيارات في سوق معين مليون قطعه في مليون سياره في السنه، واحنا بنبيع 100,000 سياره في السنه، يبقى الحصص ده الافكتيف ماركت شير. تمام؟ تاني مكون من مكونات البراند ايكويتي هو الريلاتيف برايس، السعر النسبي. ده بيتعلق بنسبة سعر منتجات البراند مقارنة بمتوسط أسعار المنتجات المماثلة في السوق. يعني السعر بتاع المنتجات اللي احنا بنقدمها في البراند بتاعتنا مقارنة بمتوسط أسعار السلع المماثلة في السوق. أحيانا يكون ارتفاع السعر بتاع براند معينة دليل على الجودة. النقطة أو المكون الثالث من مكونات البراند إيكويتي هو الديورابيليتي، الاستدامة. المقصود بموضوع الديورابيليتي هو نسبة العملاء اللي سوف يظلون يشترون المنتجات بتاعة البراند بتاعتنا في المستقبل، وده بيعكس اللويالتي، الولاء بتاع العملاء، وده بيعكس مدى ولاء العملاء للبراند ومدى قدرتها على الاحتفاظ بعملائها في المستقبل. فالبراند ايكويتي احد المؤشرات المهمه في موضوع البراند امباكت. المقياس التالي هو مقياس البراند فالويشن، وده مقياس بيركز على طريقه تقييم او تقدير ماليه لقيمه البراند. البراند فالويشن كتقدير او كمعيار
يتم قياسه بطرق يمكن أن نقول أنها تميل إلى المحاسبة أكثر، تمام؟ فهي بتحاول تستخدم عوامل مختلفة لتقييم مدى تأثير العلامة أو البراند على أداء الشركة وقيمتها في السوق. تستخدم تحليل البيانات المالية للشركة زي الإيرادات والأرباح وعوامل غير مالية أخرى زي ولاء العملاء وسمعة الشركة والاعتراف بها في السوق، وبيتم إعطاء وزن نسبي وقيمة مالية لهذه العوامل عشان نقدر القيمة المالية الشاملة للبراند. على الرغم من إن تقدير تقييم العلامة اللي هو البراند فالويشن على قدر ما هو مهم، على قدر ما هو بيواجه تحديات فيما يخص تحويل قيمة البراند إلى قيمة مالية، لأنه هذه العناصر زي ما قلنا كلها عناصر غير مادية وغير ملموسة. في مقياس آخر بيسمى الـ Reality Relief، أو الـ Reality Relief ده تقدير أو معيار بيركز على فكرة إنه لو الشركة هتتنازل عن العلامة التجارية أو البراند بتاعتها لطرف تاني لمدة مثلا سنة، إيه هو مقدار التعويض أو الفلوس اللي الطرف التاني اللي هيحصل على البراند ده المفروض يدفعها لمدة السنة دي، تمام؟ ففي جهة متخصصة اسمها براند فاينانس بتعمل تقرير سنوي اسمه جلوبال 500، بيركز على موضوع الرويالتي ريليف ده للبراندات المختلفة المشهورة في العالم، تمام؟ ده بيحسب القيمة الحالية للرياليتي ريليف، التعويض أو المبلغ من الفلوس اللي المفروض الشركة تحصل عليه لو قررت ترخيص علامتها أو البراند بتاعتها لجهة خارجية لمدة سنة، تمام؟ على الرغم من إن الطريقة دي اللي هي الرياليتي ريليف أو المقياس ده بيعتمد على افتراضات واجتهادات، لأن في الحقيقة الشركة صاحبة البراند مش بتعطي البراند بتاعها لحد تاني ولا حاجة، ده مجرد افتراض، إلا إن النظام ده نظام الرياليتي ريليف أو نظام الدفعات بالعائدات نظام متعارف عليه في تقييم البراندز على مستوى العالم، وبيساعد في تقدير القيمة المالية للبراند بناء على فكرة أساسها قيمة ما ستحصل عليه الشركة من لو قامت بترخيص البراند بتاعتها لأطراف خارجية. وده أحد الاستراتيجيات اللي بتستخدم أو المقاييس اللي بتستخدم لقياس البراند إمباكت. المقياس التالي هو مقياس النت بروموتر سكور، مؤشر الترويج الصافي، وده من أشهر المؤشرات اللي بتستخدم في تقييم البراندز أو البراند إمباكت. بيستخدم أساسا لقياس رضا العملاء عن البراندات، وبتعتمد فكرته على طرح سؤال بسيط على العملاء. السؤال بيقول ما فرصة أن تقوم بترشيح البراند الخاص بالشركة أو منتجاتها أو الشركة نفسها لأحد أصدقائك أو أحد زملائك أو أحد أقاربك، وبيطلب من العملاء الإجابة على السؤال ده من خلال إن هو يختار رقم من 0 لـ10، بحيث إن 0 هي احتمالية أقل لترشيح والـ10 هي أعلى احتمالية للترشيح. يعني العميل لو شايف إن هو أكيد هيرشح الشركة أو منتجاتها أو البراند بتاعتها لأصدقائه وزملائه وأقاربه بيختار 9 مثلا أو 10، كل ما احتمال يقل كل ما الرقم اللي بيختاره بيقل، وعلى حسب بقى النتائج بتاعت العملاء اللي بيختاروا 9 او 10 بيتم اطلاق عليهم البروموترز او المروجين، اللي بيختاروا 7 و8 دول بيسموهم الباسيفز المحايدين، العملاء اللي بيختاروا من 0 ل 6 دول بيسموهم ديتراكتورز او معارضين. يبقى انت عندك مروجين من 9 ل 10، محايدين 7 و8، معارضين صفر من 0 ل 6، بروموترز، باسيفز، ديتراكتورز، تمام؟ بعد كده بيحسب بقى المؤشر بتاع صافي الترويج او الترويج الصافي عن طريق ان احنا بنخصم او بنطرح نسبة المعارضين من نسبة المروجين. نسبة الناس اللي اختارت من 0 ل 6 مطروحة من نسبة الناس اللي اختارت 9 و10، تمام؟ فالنتيجة بتكون بتتراوح ما بين
سالب 100 او سالب 100 وموجب 100. اذا كانت النتيجه مثلا ايجابيه، مثلا النتيجه موجب 50 بلس 50، ده بيشير الى وجود نسبه عاليه من المروجين مقارنه بالمعارضين، وده علامه ايجابيه على ارتفاع نسبه رضا العملاء عن البراند ومنتجاتها وعن الشركه عموما. اما اذا كانت النتيجه سلبيه ماينس 30 ناقص 30 مثلا، ده بيشير الى تفوق نسبه المعارضين على المروجين، وده معناه انه مستوى رضا العملاء عن المنتجات منخفض، وان المشكله وان الشركه ممكن تواجه مشاكل في المستقبل. وعلى الرغم من ان المؤشر ده بسيط جدا في طريقه حسابه، الا انه هو بيمثل احد اهم المؤشرات في قياس وفهم طبيعه العملاء ومستوى رضاهم عن البراند الخاص بالشركه. نتكلم دلوقتي عن the second category of digital measurement، الفئة الثانية من فئات ال digital measurement أو المقاييس الرقمية، وهي ال consumer outcomes أو نتائج العملاء أو مخرجات العملاء. تمام، دي بنعبر عنها ب measuring sales levers، أساليب زيادة المبيعات أو أساليب رفع المبيعات. بنقول إنه من المهم في الوقت الحاضر إن إحنا نقيس نتائج تفاعل العملاء مع الشركة والمخرجات النهائية لتفاعل العملاء مع الشركة ونتيجتها في المبيعات. تفاعل العملاء مع الشركة كيف يتم ترجمته إلى زيادة حجم المبيعات في الشركة، والنتائج الـ outcomes بتاعت العملاء دي بيتم تقسيمها إلى نتائج صغيرة ونتائج كبيرة. النتائج بتاعت العملاء دي أو الـ consumer outcomes دي بتحصل خلال رحلة اتخاذ العميل لقرار الشراء ومراحل التوجه نحو الشراء النهائي. يعني العميل لما بيشتري منتج معين بيمر بعدة مراحل، بداية من التعرف على المنتج، ثم البحث عن معلومات عنه، ثم تصفح مثلا موقع الشركه اللي بتبيع المنتج. واحيانا العميل يعمل اد تو كارت، يضيف المنتج لسله المشتريات وبعد كده ما يشتريهوش، او ممكن يضيف المنتج للكارت او سله المشتريات وفعلا ويشتريه. فمرحله اتخاذ مراحل اتخاذ قرار الشراء متعدده ومتنوعه. احنا عايزين نفهم بقى العمليات والخطوات اللي العميل بيعدي فيها ايه اثناء هذه الرحله واثناء هذه العمليه. فبقى عندنا نوعين من الخطوات او التحويلات، الماكرو كونفرشنز والمايكرو كونفرشنز. الخطوات الصغيره اللي العميل بيمر بيها قبل الشراء بتسمى المايكرو بالاي، المايكرو كونفرشنز. زي مثلا العميل عايز يشتري عربيه فبيزور الموقع الالكتروني بتاع وكيل السيارات على الانترنت. زياره الموقع الالكتروني دي بنسميها ايه؟ مايكرو كونفرشن، تحويل صغير. تمام؟ اما لو العميل اتخذ قرار الشراء وفعلا اشترى المنتج، فالشراء النهائي للمنتج او الخدمه ده ماكرو كونفرشن، ده تحويل كبير. تمام؟ زي ما احنا شايفين العميل بيمر بمراحل كتير، من اول لما يشوف العربية على الموقع الإلكتروني بتاع الوكيل لغاية اتخاذ قرار الشراء وتنفيذ عملية الشراء. فدي بنسميها إيه؟ تحويلات. ماكرو كونفرشنز التحويلات الكبيرة، ومايكرو كونفرشنز التحويلات الإيه؟ التحويلات الصغيرة. بيقول لي إنه الأناليستس كان ميجر plethora of micro conversions in consumers online interactions. المحللين عندهم الفرصة ان هم يقيسوا عدد كبير جدا من التحولات الصغيرة او المايكرو كونفرشنز في سلوك العملاء وفي تفاعلات العملاء عبر الانترنت. تمام، البيانات اللي موجودة او المتاحة عبر الانترنت كبيرة بشكل يمكن المحللين الاناليستس ان هم يوصلوا لهذه البيانات يتتبعوها باستخدام ادوات كتير زي جوجل اناليتكس اللي شرحناها قبل كده. الانشطه دي تعبر عن امثله على التحولات الصغيره، الانشطه اللي هنقولها دلوقتي تمثل امثله على التحولات الصغيره بينفذها العملاء على مواقع الويب المختلفه والمنصات المختلفه، زي فيوينج ابيج، عرض صفحه على موقع الكتروني، العميل يستعرض صفحه على الموقع الالكتروني بتاع الشركه، كرييتنج ان اكونت ان هو ينشئ حساب على الموقع الالكتروني للشركه، واتشنج ا فيديو يشاهد فيديو ترويجي لمنتجات الشركه،
signing up for an email newsletter، ان هو يشترك في النيوزليتر بتاعت الشركه. commenting on a blog post، ان هو يعمل كومنت على منشور في بلوج زي اللي شرحناه قبل كده. downloading an app، يعمل داونلود للموبايل ابلكيشن بتاعنا. تمام. sharing a post on social media، يعمل شير لبوست عن الشركه على السوشيال ميديا. placing an item in an online shopping cart، يحط او يضيف المنتج في الشوبينج كارت على الموقع الالكتروني. تمام. كل دي امثله لما نسميه المايكرو كونفرجنز، التحولات الصغيره. التحولات الصغيره دي مهمه جدا لانها بتساعد المحلل على ان هو يفهم سلوك العملاء ويقيس فعاليه الموقع الالكتروني وجاذبيته بالنسبه للعملاء او الموبايل ابلكيشن او ايا كان اللي بيقيسه. وبالتالي ممكن نستخدمها في تحسين تجربة العملاء وتحسين أداء الموقع الإلكتروني على الإنترنت. بيقول لي إن المحللين الأناليستس ممكن يبقى عندهم إنسايتس مهمة جدا في موضوع توجيه استراتيجيات التسويق، الماركتنج استراتيجيز اللي بتبقى مصممة ديزايند تو درايف المايكرو كونفرجنز باي اساينينج دولار فاليوز تو ايتش اوت كوم. يعني بيقول لي ان المحللين بيظهر لهم انسايتس، رؤى وافكار مهمه جدا عن طبيعه وكيفيه توجيه استراتيجيات التسويق من خلال ان انا احول المايكرو كونفرشنز الى قيم ماليه. يعني انا محتاج ادفع قد ايه علشان يحصل مايكرو كونفرشن من اللي احنا شرحناه؟ محتاج ادفع قد ايه في الاعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا عشان اقنع العميل ان هو يضيف المنتج في الكارت، الشوبينج كارت بتاعت الايه؟ بتاعت الويب سايت. القيم الماليه اللي بتبقى مخصصه للمايكرو كونفرشنز دي بتبقى مبنيه على احتماليه ان بعد المايكرو كونفرشن يحصل ايه؟ يحصل ماكرو كونفرشن، بعد التحويل الصغير ان العميل يحط او يضيف المنتج للشوبينج كارت، النسبه الاكبر او الاحتمال الاكبر ان هو فعلا هيشتري المنتج، يبقى كده تحول الى ايه؟ ماكرو كونفرشن. تمام. فبيقول لي ان الشركه من الطبيعي يعني ان الشركه تخصص مبلغ اعلى للوسائل اللي بتساعدها في انها تحصل مايكرو كونفرجنز مرتبطه اعلى بالماكرو كونفرجنز. يعني على سبيل المثال اذا افترضنا انه في ترابط كبير ما بين وضع الايتم او المنتج في السله اللي هي الشوبينج كارت وما بين ان العميل يشتري المنتج، يعني النسبه الاكبر من العملاء اللي بيضيفوا المنتج للكارت بيشتروا المنتج ده بعد كده. تمام. يبقى انا المفروض اوجه استراتيجيات التسويقيه وادفع الفلوس بتاعت الميزانيه بتاعتي في الحاجات او في السلوك في الاستراتيجيه اللي بتقنع العميل في البدايه ان هو يضيف المنتج للكارت عشان هيشتريها بعد كده. تمام. ده كده ادفع فيه فلوس كشركه استثمر فيه احسن من ان انا استثمر في حاجه تانية زي مثلا الاستراتيجيات اللي بتدفع العملاء لزياره موقع الشركه. العميل اللي بيشتري موقع الشركه اللي بيزور موقع الشركه نسبه اقل منهم بتوصل في الاخر لشراء المنتج وهكذا. فالمقصود هنا ان العمليه دي بتساعد في تحسين استراتيجيات التسويق من خلال ان انا اوجه الاستثمارات التسويقيه الفلوس اللي معايا علشان اصرف بيها على الاستراتيجيات اللي بتساعد في النهايه ان انا اوصل للهدف بتاعي او الماكرو كونفرشن، التحويل النهائي او التحويل الكبير اللي هو ايه؟ ان العميل يشتري المنتج. وفي هذا السياق نقدر كمان نعتمد انه الاوفلاين بيهيفيرز ممكن يتم النظر اليها على انها مايكرو كونفرشنز، سلوكيات العملاء في العالم الحقيقي او خارج الانترنت الاوفلاين بيهيفيرز. تمام. يمكن اعتبارها انها مايكرو كونفرشنز او تحويلات صغيره. على سبيل المثال الستور فيزيتس، زيارات المتاجر، العملاء اللي بيروحوا يزوروا المتجر الاوفلاين، المتجر اللي في العالم الحقيقي خارج الانترنت. تمام. ده يمكن اعتباره نتيجه تحويل صغيره مهمه للشركات اللي شغاله في الاعلانات او الادفرتايزرز. العميل اللي راح يزور الموقع او الستور الاوفلاين ده ممكن يكون شاف اعلان اونلاين
دفعه ان هو يروح يزور الستور، تمام. وده المعيار بتاع الستور فيزيتس، ده بيكون مهم للشركات اللي بتقدم معظم مبيعاتها خارج الانترنت، زي صالات السينما، وكلاء السيارات، الكثير من متاجر التجزئة، تمام. بتعتمد الشركات دي بتعتمد على بناء العلاقات مع العملاء في العالم الحقيقي خارج الانترنت، تمام. لكن انا عندي هنا سيناريوهين. السيناريو الاول انه العميل بعد ما يعمل الستور فيزيت يشتري من الاوفلاين ستور، من المتجر اللي خارج الانترنت، تمام. وعندي احتمال تاني ان العميل بعد ما يشوف ما يزور المتجر ويتفرج على المنتج، ان هو يروح يشتري المنتج اونلاين. يعني على سبيل المثال، في بعض المنتجات، انا على سبيل المثال انا مثلا احيانا بشوف اعلانات لمنتجات معينه اونلاين، وافكر ان انا اشتري المنتج، لكن قبل ما اشتريه اونلاين اروح اشوفه في الستور الاوفلاين واتفرج عليه واشوف الخامات والجوده بتاعته، تمام. بعد ما اتفرج عليه في الستور ممكن اشتريه من الستور وممكن لا. طب ليه ما اشتريهوش من الستور؟ لانه احيانا بيكون اونلاين ارخص، تمام، عليه ديسكاونت مثلا اونلاين. لو اشتريته من على الموبايل ابلكيشن او من على الويب سايت هشتريه بسعر اقل، فارجع اشتريه منين؟ من على الويب سايت او من على الموبايل ابلكيشن، تمام. فهنا المايكرو كونفرشنز بتتحول الى ماكرو كونفرشنز. زيارة الستور بتتحول بعد كده لسلوك شراء. والشركات بتركز على موضوع الستور فيزيتس ده، الاوفلاين ستور فيزيتس، لان هو بيمثل مؤشر عالي على شراء المنتج سواء بشكل مباشر او في المستقبل. بنقول انه بالاضافه الى ما سبق، يدخل متغير جديد في موضوع الكونسيومر اوتكمز، وهو ذا موبايل لوكيشن اندستري، صناعه تحديد المحتوى، عفوا صناعه تحديد الموقع اللوكيشن عبر الهواتف المحمول. الموضوع ده يا جماعه بدا كوسيله لتخصيص التطبيقات تو كاستمايز ابس اند تارجت ادز، واستهداف الاعلانات، لكنه مع الوقت تحول لطريقه او لاليه الى جمع البيانات، مورفد انتو اديتا كوليكشن ماشين، اله لجمع البيانات، اله شغاله 24 ساعه تجمع بيانات عن العملاء. الشركات دلوقتي بشكل اعتيادي وبشكل يومي بتجمع وتستخدم وتخزن وتبيع كمان بيانات الموقع او اللوكيشن داتا للمعلنين علشان تساعدهم في تخصيص الاعلانات. وشركات الاستثمارات واطراف متعدده كلها بتحصل على بيانات الموقع الجغرافي من الابلكيشنز او من الشركات المختلفه اللي بتحصل عليه. عندنا موبايل ابلكيشنز مشهوره في موضوع جمع البيانات المعتمده على الموقع، تمام، زي الابلكيشنز الخاصه بالوزر، الطقس، بتحدد لك الطقس بناء على موقع جغرافي معين، وسائل السفر والانتقال وخلافه، تمام. الابلكيشنز دي بتعتمد على تحديد الموقع الجغرافي للعميل، فبتعرف العميل عميل معين متواجد حاليا فين، تمام. هذه البيانات الخاصه باللوكيشن داتا، بيانات الموقع، بتبقى مهمه للغايه بالنسبه للمعلنين الادفرتايزرز، لان هم بيستخدموا هذه البيانات في اوبتمايز زير ماركتنج استراتيجي، في تحسين استراتيجياتهم التسويقيه وخاصه الاعلانات، تمام، زير ميديا بيدنج استراتيجيز، استراتيجيات العروض الاعلانيه، ان هم يعرضوا للعميل المنتجات والخدمات بناء على الموقع الجغرافي بتاعه هو موجود دلوقتي فين، تمام. وكمان بتساعد البيانات دي العملاء في ان هم يقيموا فعاليه الاعلان، هل الاعلان وصل للعميل فعلا، هل الاعلان وصل للعميل المستهدف مش لاي عميل، يعني مستهدف عملاء في منطقه جغرافيه معينه. طيب احنا عملنا اعلان مثلا على السوشيال ميديا، هل الاعلان وصل للعملاء اللي احنا مستهدفينهم ولا وصل لاشخاص مختلفين، تمام. فبنقول انه اللوكيشن داتا دي بتستخدم في المايكرو كونفرجن، المايكرو كونفرجنز والماكرو كونفرجنز، انها بتساعد المعلنين على ان هم يصيغوا استراتيجياتهم التسويقيه اللي تمكن
من تشجيع العملاء على المايكرو كونفرجنز والماكرو كونفرجنز اللي اتكلمنا عنها. يعني الاستراتيجيات التسويقيه دي بيتم استخدام الاعلانات فيها علشان تسرع وتساهم في زياده تحويلات العملاء. تمام. دلوقتي هنناقش the third category of digital measurement، الفئة الثالثة من فئات المقاييس الرقمية digital measurements، وهي ال customer value، قيمة العميل. تمام؟ بنعطي لها عنوان كده understanding what is important، احنا عايزين نفهم ايه المهم؟ ايه المهم في سلوكيات العملاء؟ ايه المهم في نسبة العملاء بتوعنا وتوزيع الفئات المختلفة للعملاء؟ اقدر اشرح لكم الفكره هنا باختصار في مثال على قانون باريتو او باريتوز رول. تمام. قانون باريتو ده بيستخدم في الاداره، بيقول انه 20% من الاسباب يمكنها ان تحقق 80% من النتائج، او ان 20% من الاسباب هي المسؤوله عن تحقيق 80% من النتائج. يعني في 20% من الأشياء اللي أنت بتعملها في حياتك هي مسؤولة عن تحقيق 80% من النتائج اللي أنت بتوصل لها. وفي هذا السياق بتاع الكاستمر فاليو، إحنا عايزين نعرف إيه هي نسبة العملاء، ال 20% من العملاء اللي مسؤولة عن تحقيق 80% من الأرباح أو 80% من المبيعات. هي النسب هنا بقى في الكاستمر فاليو ما تبقاش دقيقة، يعني ممكن نلاقي مثلا 80% مسؤولة عن 70%، 80% من العملاء بيحقق لي 70% من المبيعات، او 40% مسؤول عن 60%، لكن انا اقصد ان احنا في هذا السياق عايزين نحدد الكاستمر فاليو، قيمه العمل، مين العملاء اللي عندنا اللي مسؤولين عن تحقيق اكبر كميه من الايه؟ من المبيعات. ففي كيس ستادي او حاله واقعيه في الموضوع ده دايما بكررها، لما سكوت كيربي اللي كان رئيس شركه الطيران الامريكيه الامريكان ايرلاينز، تمام، كان له مؤتمر بيعلن عن نتائج الاعمال بتاعه الشركه في سنه 2015 في يوم 25 اكتوبر 2015، وقال في المؤتمر ده يعني حاجه مهمه جدا لازم تلفت نظر الديجيتال اناليستس او الناس اللي شغالين في التحليل الرقمي. قال ايه؟ قال ان نصف مبيعات الشركه 50% او half of the company's sales في سنه 2014، تمام، جه من 87% من العملاء. يعني 87% من العملاء اللي ركبوا خطوط الطيران الامريكيه الامريكان ايرلاينز دي، تمام، كانوا مسؤولين عن ايه؟ عن 50% فقط من مبيعات الشركه. ليه؟ لان كل واحد من ال 87% دول استخدم الرحلات بتاعت الشركه لمره واحده فقط في السنه. ده يعني ايه بقى في المقابل او بالعكس؟ ان عندنا 13% فقط، 13% فقط من عملاء الشركة مسؤولين عن 50% من مبيعات الشركة. 13% من العملاء اللي بيركبوا خطوط الطيران دي بشكل متكرر مسؤولين عن 50% من المبيعات. يبقى ال 13% دول اللي أنا كشركة محتاج أركز عليهم وأقدم لهم بقى عروض وتخفيضات، دول اللي أنا أصيغ استراتيجيتي التسويقية بالتركيز عليهم. دول 13% من العملاء مسؤولين عن 50% من المبيعات. موضوع الـ differentiated customer value ده أو القيمة المتفاوتة للعملاء مش بس مقتصر على صناعة الطيران، ده بينطبق على جميع أنواع المنظمات وكل الشركات في كل الصناعات. تمام؟ المفهوم ده بيقول لي إنه كل عميل يحقق قيمة اقتصادية مختلفة للشركة، وإن الشركة لازم تسعى إلى معرفة وفهم العملاء اللي بيساهموا بشكل كبير في تحقيق الإيرادات والأرباح، والعملاء ايضا اللي لا يساهموا بشكل كبير في تحقيق الايه؟ الايرادات والارباح. تمام. يمكن للشركات انها تخصص مستويات مختلفه من الاهتمام واستراتيجيات مختلفه لكل نوع من العملاء. يعني لو انا على سبيل المثال عندي شركه شغاله في التسويق الرقمي، واكتشفت بعد تحليل بيانات ان انا عندي نوعين من العملاء، عملاء بيشتروا منتجات الشركه بانتظام وبيستخدموها بشكل مكثف. العملاء دول طبعا هيكونوا بيمثلوا نسبه صغيره من العملاء وفقا لمبدا باريتو اللي هو 20 80، تمام، لكنهم بيمثلوا نسبه كبيره من ايه؟ من ايرادات الشركه. في الحاله اللي زي دي ممكن الشركه من خلال الاعلانات او من خلال برامج الولاء
انها تقدم عروض خاصه ومزايا اضافيه لهؤلاء العملاء عشان احتفظ بيهم وازود رضاهم وازود ولائهم وازود مشترياتهم في المستقبل. تمام. طيب على الجانب الاخر عندي العملاء اللي مش بيشتروا، لا يشترون المنتجات بانتظام ولا يستخدمونها بشكل مكثف. تمام. دول محتاجين استراتيجيه اخرى في الاعلانات، ومحتاجين استراتيجيه اخرى في التعامل معاهم، محتاجين استراتيجيه تحفزهم على زياده مشترياتهم وانهم يستخدموا الخدمات بشكل ايه؟ بشكل اكبر. فهنا بيوضح لي بناء على الكاستمر فاليو، قيمه العميل، ايه نوع الاستراتيجيه التسويقيه اللي انا ممكن استخدمها معاه. النقطه المهمه ايضا الشركه لازم تركز عليها، والديجيتال اناليستس يركزوا عليها في الكاستمر فاليو، تمام، هو ان احنا نفهم الفاليبل اتريبيوتس فور بروسبكتيف كاستمرز، ان احنا نفهم السمات القيمه او السمات المهمه للعملاء المحتملين. بقول لحضرتك ان انا كمعلن ممكن ابني ملف لافضل العملاء، خصائص، يوضح لي خصائص العملاء اللي بيشتروا منتجات الشركه بشكل كبير وبيستخدموها بشكل مكثف. تمام. ابني بروفايل كده للعميل المتوقع ان هو يكون من ضمن هذه الفئه بناء على خصائصه الديموغرافيه والنفسيه والسلوكيه وغيره. تمام. واعمل حاجه بنسميها اللوك لايك اناليسيز، لوك لايك اناليسيز. تمام. تحليلات الشبه. يعني ايه تحليلات الشبه؟ ان انا اتعرف على العملاء اللي موجودين في السوق ومش بيشتروا من منتجاتي حاليا، مش بيشتروا من منتجات شركتي. تمام. لكن هم مرشح ان هم يكونوا من العملاء اللي هم العملاء الكبار اللي بيشتروا منتجات الشركه بشكل متكرر وبيستخدموها استخدام كثيف. تمام. واحاول اجذبهم بقى، استهدفهم علشان اجذبهم ان هم ايه، يشتروا منتجات الشركه. على سبيل المثال اذا انا كشركه عندي مجموعه من العملاء القيمين حالا ان هم مثلا 20% من العملاء مسؤول عن 80% من المبيعات، هقدر من خلال التحليل الرقمي ان انا اتعرف على سماتهم المشتركه زي العمر او السن واهتماماتهم ونمط شرائهم ومستوى تعليمهم وهكذا. بعد كده استخدم نتائج التحليل ده في ان انا ابحث عن عملاء عندهم نفس السمات المشتركه دي، واوجه جهود التسويقيه ان انا ايه، اترجتهم، استهدفهم علشان اقنعهم ان هم يشتروا من الايه، من الشركه بتاعتي، فينضموا الى ايه، فئه افضل العملاء. ازود فئه ال 20% المسؤوله عن 80% من المبيعات. ده بيزود فرص نجاح المنظمه في المستقبل. بنقول كمان انه الفاليبل كاستمر او كونسيومر اتريبيوتس، السمات القيمه للعملاء دي، ممكن نستخدمها في استراتيجيات اخرى غير الاكوزيشن اوبورتيونيتيز او الاستحواذ على العملاء الجدد. يعني ممكن نطبق الريلاتيف فاليوز، القيم النسبيه للعملاء زي خصائصهم وسماتهم ومواقفهم او اتجاهاتهم علشان نفهم العملاء بتوعنا بشكل افضل، يساعدنا ان احنا نستخدم استراتيجيات تسويقيه تستهدفهم بشكل افضل وتحفز سلوكهم. يعني بستخدم التحليل بتاع الخصائص بتاعت العملاء ان انا افهم العملاء الحاليين بتوع الشركه بتاعتي بشكل افضل. تمام. يعني من خلال ان انا افهم سمات العملاء وتاثير هذه السمات على سلوكياتهم، بيساعدني ان انا اطور استراتيجيات التسويق تقنع العملاء بان هم يشتروا منتجاتي في المستقبل ويزودوا حجم المشتريات وكثافه الاستخدام بتاع المنتجات بتاعتي. على سبيل المثال اذا من خلال التحليل بتاع خصائص العملاء قدرنا نوصل الى ان العملاء بتوعنا بيهتموا اكتر بالجوده في المنتجات او المرونه في عمليات التسليم، او بيحتاجوا انسنتيفز، محفزات للشراء. تمام. ده بيشجعني في المستقبل ان انا اصيغ استراتيجيات التسويقيه على الخصائص اللي بنركز عليها الايه، العمل، الجوده، المرونه، الحوافز اللي بتقدم للعملاء وهكذا. فده بيزود الايه، بيزود مشتريات العملاء، وبالتالي بيزود الكاستمر فاليو. يبقى كذا طريقه اللي احنا اتكلمنا عليهم دول، الغرض منهم ايه يا جماعه؟ الغرض منهم ان انا ازود الكاستمر فاليو، قيمه العميل، ان انا في البدايه اعرف العميل، اعرف العملاء اللي مسؤولين عن اكبر كميه من المبيعات، خصائصهم ايه، ازاي انا احافظ عليهم. تمام. وازاي انا اجذب العملاء اللي موجودين في السوق اللي مرشحين ان هم ينضموا الى هذه الفئه، لان دول عملاء مهمين بالنسبه لي. فكده انا ازود ايه، كده انا بزود الكاستمر فاليو. وازاي العملاء اللي هم مش من ضمن العملاء، مش من ضمن ال 20% المسؤولين عن تحقيق 80% من المبيعات، العملاء الاخرين اللي بيحاولوا 20% من المبيعات، المفروض ان انا افهم خصائصهم علشان اعرف ازاي اصيغ استراتيجيه التسويقيه
بما يدفعهم الى ان هم يزودوا مشترياتهم وكثافه الاستخدام بتاعت المنتجات تزيد، فايضا الكاستمر فاليو ايه؟ تزيد. يبقى ده المقياس الثالث الخاص بالكاستمر فاليو. هنناقش دلوقتي ذا فورث كاتيجوري اوف ديجيتال ميجرمنت، الفئه الرابعه من المقاييس الرقميه الديجيتال ميجرمنت، وهي الاتريبيوشن، او اتريبيوشن كلمه ترجمتها بمعنى النسبه او توزيع النسب، بنطلق عليها assessing marketing effectiveness، وتقييم فعاليه الانشطه التسويقيه. المقصود هنا يا جماعه ان احنا بنعرف ايه من العوامل او العناصر الموجوده في الحمله التسويقيه اللي احنا طبقناها ساهمت في تحقيق اهداف معينه الشركه محددها. ده المقصود بكلمه attribution، النسبه او العزم. يعني احنا بنشوف النجاح اللي حققناه ده لما يكون عندنا ديجيتال ماركتنج كامبين ونجحت، النجاح اللي حققناه ده بيرجع الى اسباب معينه، ما هي هذه الاسباب وما المقدار اللي كل عنصر مسؤول عنه في تحقيق هذا النجاح. فبنفهم كيف تسهم مختلف الانشطه التسويقيه اللي موجوده في الحمله في تحقيق النتائج المرجوه وتحديد مدى تاثير كل عامل من ايه من هذه العوامل. بنقول ان احنا في موضوع الاتريبيوشن ده او في مقاييس الاتريبيوشن دي عايزين ايزوليت، نعزل تاثير الحملات التسويقيه على سلوك العملاء عن تاثير العوامل الاخرى اللي ممكن ايه تكون اثرت على سلوك العملاء. يعني بنقول احنا هنا بنقيس تاثير حمله تسويقيه معينه على سلوك العملاء والمشتركين، بحيث ان احنا نحاول عزل تاثير الحمله نفسها على السلوك اللي قام بالعملاء بعد تعرضهم لايه؟ للحمله. فبنقول انه سلوك المستهلكين عبر الانترنت ممكن نقيسه بسهوله اكبر من سلوكهم في العالم الحقيقي اللي هو غير متصل بالانترنت. لكن احنا بنقيس الاثنين عشان نفهم تاثيرهم بشكل شامل، ايه فيهم بيأثر على التاني. تمام؟ والهدف هنا ان احنا نعرف ما اذا كانت الجهود التسويقيه الماركتنج انترفينشنز، التدخلات التسويقيه زي حملات الاعلانات او حملات التسويق اللي احنا بنعملها ديجيتالي هي اللي بتدفع العملاء لسلوك معين، ولا العملاء كانوا كده كده هيعملوا هذا السلوك سواء الحمله التسويقيه او الحمله الاعلانيه اتعملت ولا لا. يعني احنا خططنا حمله تسويقيه وعملناها، كان جزء من الحمله التسويقيه دي ان احنا عملنا عروض وتخفيضات على المنتجات. فبعد ما الحمله التسويقيه خلصت وقسنا نسبة المبيعات لقينا نسبة المبيعات ارتفعت. فاحنا عايزين نعرف هل الارتفاع في نسبة المبيعات بسبب العروض والتخفيضات اللي احنا قدمناها في الحملة الإعلانية ولا لا؟ ممكن يكون في أسباب أخرى؟ أه طبعًا ممكن يكون في أسباب أخرى، ممكن يكون زيادة المشتريات بتاعة العملاء راجع لأن المنافسين بتوعنا زودوا الأسعار، أو المنتجات بتاعة المنافسين مش متوفرة، في نقص في أو في مشاكل في سلسلة الإمداد بتاعتهم، أو أي سبب آخر. فاحنا هنا بنقيم النسبة اللي ما إذا كانت حملة التسويق أثرت بفعالية في تحفيز المستهلكين والعملاء على اتخاذ إجراء محدد ولا لا، أو إذا كان المستهلك هيتخذ هذا الإجراء بشكل طبيعي بغض النظر عن الحملة. هنا عايز أعرف الحملة فعلا حققت الهدف بتاعها ولا لا. بناء على ذلك موضوع الاتريبيوشن ده مش موضوع سهل، مش سهل إن أنا أعرف تأثير الحملة وعناصرها المختلفة والمكونات بتاعتها على سلوك العملاء، بالذات مع التغيرات السريعه اللي بتحصل في عالم التسويق والتكنولوجيا. التسويقات دي عملت ريشيبد كونسيومر بيهيفير، داتا اند بارتنر شيب، عمليه اعاده تشكيل لسلوك العملاء والبيانات المتوفره عنهم والشراكات ما بين الجهات المختلفه اللي بتستخدم بيانات العملاء. تمام؟ فمن الصعب حاليا على المحل ان هم يتابعوا التغيرات في سلوك العملاء والمستهلكين واستخدام البيانات بفعاليه. ليه؟ لانه ما فيش منصه واحده او حل رقمي واحد يقدر يقيس رحله العميل الكامله من ساعه المعرفه بالمنتج وتقييم المنتجات المختلفه اللي بتقدمها البراندات المختلفه حتى اتخاذ قرار الشراء. على سبيل المثال فيسبوك عندها كمنصه يعني عندها قدرة كبيرة على انها تقيس سلوك المستهلكين والمستخدمين على الابليكيشن او على الصفحات بتاعت الفيسبوك.
تمام، وفيسبوك بتتيح للشركات بيانات مهمه جدا عن سلوك العملاء وتفضيلاتهم، لكن هذه البيانات مقتصره فقط على ايه؟ على فيسبوك. لو المستخدم او العميل على منصه اخرى زي اليوتيوب، فيسبوك مش هتقدر تساعدك. فيسبوك بتديك معلومات عن سلوك العميل على المنصه دي فقط. والامر مماثل ايضا في لو انت بتستخدم جوجل. جوجل مش هتديك بيانات العميل، بيانات التصفح بتاعه والبيانات من محرك البحث وهكذا، لكن مش هتقدر تديك بيانات منصة فيسبوك. تمام، فان انت تحصل على البيانات من المصادر المختلفة وتعمل تكامل ما بينها بحيث ان انت تقدر تفهم الخطوات اللي بيمر بيها العميل في رحلته، وده امر مش سهل. الشركات بتواجه صعوبة في تتبع سلوك الايه؟ سلوك المستهلكين في المنصات المختلفة، اليوتيوب والفيسبوك وجوجل وبنترست والمنصات الأخرى اللي اتكلمنا عنها. يظهر عندي بقى مصطلح اسمه المالتي تشانل اتريبيوشن أو المالتي تشانل اتريبيوشن موديل، الـ MTAs، نماذج تقييم النسبة أو تقييم العزم متعددة اللمس، المالتي تاتش. ده المقصود بيه يا جماعه ان هو نموذج بيقول لي كل اللمسات اللي حصلت ما بين العميل وما بين البراند بتاعتي في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه وفي المنصات المختلفه والموقع الالكتروني، كل لمسه من دول ما بيني وما بين العميل في مكان مختلف، تمام، ايه مساهمتها في قرار الشراء بتاع العميل؟ بنعرفها بانها ماركتنج اتريبيوشن سوليوشن بروميس تو بروفايد اكشنبل انسايتس باي كولكتنج ريل تايم كاستمر بيهيفير داتا، نهج لتقييم فعاليه التسويق يهدف الى فهم كيف تؤثر الوسائط الرقميه المختلفه على سلوك المستهلك ومدى تاثيرها في اتخاذ النهائي للقرارات في الوقت الحالي. بيتم ذلك من خلال جمع بيانات حيه عن سلوك العملاء. تمام؟ وبتستخدم نماذج معقده لعينات من البيانات. المقصود بالمالتي شانل المالتي تاتش اتريبيوشن الهدف منه هو فهم الاسباب اللي بتقف وراء تحقيق النجاح في حملات التسويق الرقمي. ليه الحملات التسويق الرقمي بتنجح؟ وايه العوامل اللي بتأثر على نجاحها؟ بيكون عندي بيانات حقيقيه لسلوك العملاء where actual data on consumer behavior exists. The models are termed deterministic. النموذج بتاع المالتي تشانل المالتي تاتش اتريبيوشن بيبقى ديترمينستيك، يعني نموذج محدد. انا عندي نتائج ردود الافعال بتاعت العملاء وسلوك العملاء المبنيه على قنوات تسويقيه معينه انا استخدمتها. اما لو البيانات دي مش موجوده، لو انا عندي بقى جابس ان كونسيومر بيهيفير، انا مش عارف، ما قدرتش احدد رد فعل العملاء على منصه معينه استخدمتها، تمام، ده بيبقى اسمه ايه؟ بروباليستيك، احتمالي. تمام، بقول لحضرتك ان احنا في المالتي شانل اتريبيوشن بنستخدم بليند من الاثنين، مجموعه من الاثنين البروباليستيك والديترمانيستيك عشان نفهم اسباب السلوكيات المختلفه للعملاء. ادي لحضراتكم مثال. نفترض ان احنا عندنا شركه هتطلق حمله اعلانيه في وسائط رقميه متعدده. هنستخدم مثلا اعلانات على موقع الشركه اللي موجود على الويب، واعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه. تمام، باستخدام بقى النموذج اللي هو بتاع المالتي تاتش اتريبيوشن، الشركه عايزه تحلل ازاي المستهلكين والعملاء يتفاعلوا مع كل وسيله من الوسائل اللي استخدمتها الشركه، ومدى تاثير كل وسيله من الوسائل دي، الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفه، مدى تاثيرها على ايه؟ على اتخاذ قرار الشراء. ممكن النتائج اللي احنا وصلنا لها ان الاعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي كان لها تاثير اكبر في تحفيز المستهلكين للقيام بشراء المنتجات، بينما كانت الاعلانات على الموقع الالكتروني اقل ايه؟ اقل تاثير. لو انا عندي البيانات اللي بتقول لي العملاء اللي جايين اللي شافوا الاعلان على وسائل التواصل الاجتماعي اشتروا اكتر من العملاء اللي شافوا الاعلانات على موقع الالكتروني بتاع الشركه، يبقى ده اسمه بروباليستيك، عفوا، ديترمينستيك مالتي شانل اتريبيوشن موديل، لان انا هنا ما عنديش بيانات عن سلوك العملاء مفقوده. اما لو انا مش عارف وبقدر بستخدم نسب تقديريه، يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه بروباليستيك مالتي تاتش اتريبيوشن موديل.
مالتي تاتش اتريبيوشن موديل. المشكله بقى في المالتي تاتش اتريبيوشن موديل ده انه صعب على الديجيتال اناليتكس التحليلات الرقميه انها تجمع المعلومات دي كلها وتفسرها في نموذج واحد. بيقول لي على سبيل المثال الترديشنال مالتي اتريبيوشن سوليوشنز، النماذج التقليديه بتحاول انها تقيس تفاعل العملاء والمستهلكين في مجموعه متنوعه من وسائل الاعلان او من وسائل الاعلان بما في ذلك التلفزيون والراديو والاعلانات اللي في الشوارع او في الهواء الطلق، بالاضافه الى الايه الاعلانات الرقميه. في المقابل ان المنصات الرقميه زي جوجل وفيسبوك ويوتيوب وخلافه بتقدم حلول ان احنا نقيم النسبه لقنوات وسائل الاعلام الفرديه، لقنوات الوسائل الرقميه. تمام، يعني كل منصه من دول بتقدر تديني معلومات تفسر لي سلوك العملاء على المنصه نفسها. انا بقى مطلوب مني ان انا اعمل نموذج يجمع ما بين هذه التقديرات المختلفه. ده طبعا بيعوز محللين رقميين عندهم قدرات معينه علشان يقدروا يجمعوا ما بين هذه البيانات وبعضها ويقدروا يقدموا للشركه نموذج لرحله العميل والعناصر المختلفه التي تؤثر على رحله المراحل المختلفه في رحله العميل من ساعه ما يعرف عن المنتج لغايه لما يشتري الايه؟ لغايه لما ياخد قرار الشراء وبالفعل يبقى عندي عمليه شراء فعليه. عندنا نموذج تاني بنستخدمه في قياس الاتربيوشن اسمه الماركتنج ميكس موديلنج، نموذج التسويق. الماركتنج ميكس موديلنج از ا تايم تيستد ميثود فور ميجرنج ذا افكت اوف ماركتنج اند ميديا انفستمنت، عباره عن نهج تحليلي بيستخدم في مجال التسويق بنستخدمه علشان نفهم كيفيه تاثير عوامل مختلفه في مزاج التسويق على اداء العلامه التجاريه او على اداء البراند والمبيعات. الماركتنج ميكس موديلنج ده يا جماعه بيستخدم بيانات مختلفه حوالين عناصر مزاج التسويق اللي هو الماركتنج ميكس اللي هي الاعلانات والسعر والتوزيع والمنتج نفسه وتحليلها علشان نقدر تاثيرها على اداء المنتج. تمام، و الماركتنج ميكس موديلنج بيستخدم علشان تقدير عائد الاستثمار على القيمة اللي بيحققها الاستثمار في كل عنصر من عناصر الماركتينج ميكس، فبيستخدم في إرشاد القرارات التسويقية الخاصة بالميزانية. الشركة تصرف الميزانية بتاعتها على إيه بالظبط في عناصر المزاج التسويقي. تمام، فبنقول إنه الماركتينج ميكس موديلنج بيحاول إن هو يحدد الانفاق على الميديا، الانفاق على وسائل الاعلام، تمام، ازاي بيأثر على الكي بيرفورمانس انديكيتورز او الكي بي ايز. عندنا كي بي ايز زي البراند بيرسبشن او البرودكت سيلز. تمام، ازاي الفلوس اللي بننفقها على وسائل اعلام مختلفه بتأثر على تحقيق الايه؟ تحقيق الكي بي ايز ده. من خلال طب بنقيسه ازاي؟ من خلال ان احنا نعزل ايزوليت الفاكتورز اللي بتاثر الكونسيومر بيهيفير فنحسب الميديا شانلز ريتيرن اون انفستمنت العائد على الاستثمار في كل قناه من قنوات الميديا. عشان اساعد حضراتكم في ان احنا ما نتلخبطش بقى ما بين الماركتنج ميكس موديلنج والمالتي شانل اتريبيوشن موديلز، نعمل مقارنه كده ايه ما بينهم، مقارنه سريعه ما بينهم من حيث اربع خصائص. وفي البدايه الاثنين بيدخلوا ضمن نطاق الاتريبيوشن، عايزين نعرف ايه العناصر اللي بتساهم في نجاح الحملات التسويقيه بتاعت الايه بتاعت الشركه. اول نقطه هنقارن من خلالها ما بين الاثنين هي البيربس، الغرض. هنبدا الاول بالماركتنج ميكس موديلنج. بنقول انه الماركتنج ميكس موديلنج از يوزد تو ميجر ذا اوفر اول امباكت اوف ذا ماركتنج ميكس اون ا براندز اوفر اول بيرفورمانس اند سيلز. ات فوكسز اون اندرستاندنج هاو كومبوننتس اوف ذا ماركتنج ميكس such as advertising, pricing, distribution affect the company's overall outcomes. بالنسبه للماركتنج ميكس موديلنج بيستخدم لقياس تأثير مزيج التسويق بشكل عام على الأداء العام للبراند والمبيعات بتاعتها،
وبيهتم بفهم كيفية تأثير مكونات المزيج التسويقي زي الإعلانات والسعر والتوزيع على النتائج العامة للشركة ككل. طب الناحية الأخرى بقى المالتي شانل اتريبيوشن موديل، البيربز بتاعه إيه؟ ده بيستخدم نماذج تسجيل اللمس المتعددة اللي احنا شرحناها المالتي شانل اتريبيوشن عشان يحلل تفاعل العملاء مع العلامة التجارية والإعلانات عبر مختلف نقاط الاتصال والوسائل. يعني الماركتنج ميكس موديلنج بيركز على عناصر المزيج التسويقي، المالتي شانل اتريبيوشن بيركز على نقاط الاتصال ونقاط اللمس ما بين الشركة والعميل. ففي المالتي شانل اتريبيوشن بيهتم بتحليل ازاي المستهلك او العميل بيتفاعل مع البراند في المراحل المتعدده، وازاي نقاط اللمس اللي بتبقى ما بين العميل وما بين الشركه بتاثر على سلوك الشراء بتاعه. تمام، ده البربس الغرض بتاع كل واحده منهم. طيب عايزين نشوف بقى نوع البيانات التايب اوف داتا. تمام، بالنسبه للماركتنج ميكس موديلنج بيستخدم الهيستوريكال داتا، بيعتمد على بيانات تاريخية متاحة عن أداء المبيعات والإعلانات والعوامل الأخرى اللي بتأثر على البرفورمانس أو الأداء بتاع الشركة. طيب في المالتي تاتش أتريبيوشن موديل ده بيعتمد على الريل تايم داتا، بيعتمد على بيانات الوقت الحقيقي وبيانات تسجيل اللمس، النقط اللي بيحصل ما بينها اللي بيحصل فيها لمس ما بين العميل وما بين الإيه وما بين البراند، بيانات تسجيل اللمس للعملاء أثناء تفاعلهم مع الإيه مع الإعلانات ومع البراند بتاعت الشركة. طيب قارن دلوقتي ما بين الاثنين من حيث التايم فريم، المدى الزمني او الفترة الزمنية. بالنسبة للماركتنج ميكس موديلنج ده بيركز على تحليلات دورية عادة بتتم كل فترة. تمام، بريوديك اناليسيز افري فيو مانس او افري كوارترلي، يعني تو ميجر لونج تيرم امباكت، بيعتمد على تحليلات دورية بريوديك بتتم كل بضعة أشهر أو كل 3 شهور اللي هو بنقول عليه كوارترلي ربع سنوي عشان نقيس الأثر على المدى الطويل. طب التايم فريم بقى في المالتي تاتش أتريبيوشن موديل، لا ده بيركز على مور ديتيلد أند إفيشنتلي ويزين شورتر تايم فريمز، مدى زمني قصير، مدى زمني أقصر من الآخر. تمام، وبيركز على تفاصيل في الوقت الحاضر اثناء قيام العميل بالتسوق. تمام، بيقيس الاثر بتاع الحملات الاعلانيه وخلافه على الفور وفي مراحل زمنيه ايه وفي فترات زمنيه ومراحل زمنيه قصيره، ما بيركزش على اللونج تيرم زي الام ام ام او الماركتنج ميكس موديل. طيب توجيه الاعلان الاد كامبين جايدنس، بيقول لي انه في الماركتنج ميكس موديلنج doesn't provide direct guidance for specific ads or touch points. It measures the impact of the overall marketing mix. في الماركتنج ميكس موديلنج بيقيس تأثير مزيج التسويق ككل ولا يعطي توجيه مباشر لإعلان معين أو نقطة اتصال معينة، ده ما بيركزش على كده، ده بيركز على تأثير مزيج التسويق ككل بالنسبة للشركة. طيب الاد كامبين جايدنس في المالتي تاتش اتريبيوشن موديل، تمام، ده هيلب ان جايدنج ادفرتايزمنت بيزد اون انديفيدوال كونسيومر انتر اكشن، بيركز وبيساعد على توجيه الاعلانات بناء على تفاعل المستهلك مع نقاط الاتصال الفرديه، مع هنا بيركز على ان هو يوجه الاعلان من خلال تفاعلات العميل مع كل نقطه من ايه من نقاط الاتصال المختلفه. يبقى احنا كده ركزنا على الفرق ما بين الماركتنج ميكس موديلنج والمالتي تاتش اتريبيوشن موديلز. في بعض الاحيان تلجأ الشركات الى انتجريشن بتوين الماركتنج ميكس موديلنج والمالتي تاتش اتريبيوشن موديلز الام ام ام والام تي اي، الشركات تعمل تكامل ما بينهم. امتى تحتاج الشركات انها تستخدم النوعين؟ لما تكون الشركة عايزة تعمل أو توصل لـ comprehensive insights، رؤى شاملة وعامة. في بعض الحالات تلجأ الشركات لدمج النوعين الـ MMM والـ MTA لما تكون محتاجة رؤية شاملة عن أنشطة التسويق في الشركة. فالماركتنج ميكس موديلنج بيقدم رؤية عامة عن فعالية التسويق الشاملة من خلال التركيز على الماركتنج ميكس كاملا. أما الـ MTA بيقدم تفاصيل مفصلة ودقيقة عن نقاط الاتصال الرقمية الخاصة،
النقط اللي بيحصل فيها اتصال ما بين الايه، ما بين العميل وما بين وما بين الشركه. يبقى لو الشركه عايزه تعمل، عايزه توصل لكومبريهنسيف انسايتس، رؤى عامه وشامله، تستخدم ايه؟ تستخدم الاثنين. لو الشركه عايزه تعمل بادجت الوكيشن اند جرانيولار اوبتمايزيشن، لو الشركه عايزه تعمل توزيع للميزانيه وتحسين تفصيلي في نقاط معينه، لما الشركه بتحتاج لرؤى على مستوى الماكرو، when you need both macro level insights تمام عشان تاخد قرارات خاصه بالميزانيه، وفي نفس الوقت عايزه رؤى على مستوى المايكرو، مايكرو ليفل انسايتس عشان تعمل جرانيولار اوبتمايزيشن، في الحاله اللي زي دي ايه، بتدمج الاثنين. الشركه محتاجه رؤى عامه على مستوى الماكرو، رؤى عامه هتستخدم فيها الايه، الماركتنج ميكس موديلنج، ومحتاجه رؤى متخصصه تمام عشان عمليات التحسين المفصل وعمليات التحسين التفصيلي جرانيولار اوبتمايزيشن، فبتستخدم المالتي تاتش اتريبيوشن موديل تمام. ففي الحاله زي دي بتحتاج الايه، بتحتاج النموذجين. الحاله الثالثه اللي ممكن الشركه تحتاج فيها انها تحقق الدمج ما بين النموذجين، هي لما يكون عندنا فاريد ماركتنج تشانلز او مالتي تشانلز ماركتنج، نستخدم مجموعه متنوعه من قنوات التسويق. في الحاله اللي زي دي، اذا كانت الشركه بتستخدم مزيج من القنوات التقليديه التراديشنال والقنوات الرقميه الديجيتال، فنستخدم النموذجين الام ام ام والام تي اي عشان يبقى عندنا فهم كامل لمساهمه كل نوع منهم في تحقيق الاهداف التسويقيه. طيب هاو تو انتجريت بتوين ذا تو موديلز، ازاي تعمل تكامل ما بين الماركتنج ميكس موديلنج والمالتي تاتش اتريبيوشن موديلز. عندنا نموذج من 5 خطوات عشان نحقق التكامل الانتجريشن ما بين الايه، ما بين الايه. اول خطوه ستيب 1 ديفاين اوبجكتيفز، ان انت تحدد الاهداف او تعرف اهدافك بشكل ايه، بشكل واضح. انت محتاج تعمل تكامل او دمج ما بين التو موديلز ليه؟ تمام. لازم تحدد الافكار او الرؤى اللي انت عايز، الانسايتس اللي انت عايز توصل لها من هذا التكامل، وازاي هتستخدم هذه الرؤى في تخطيط البنود التسويقيه الخاصه بالايه، الخاصه بالشركه. دي اول خطوه ديفاين اوبجكتيفز. ثاني خطوه داتا كوليكشن اند بريبريشن، جمع البيانات والتحضير. جمع البيانات اللازمه وتنظيفها collect and clean the necessary data from various sources. عندنا مصادر متنوعه للبيانات، نجمع منها البيانات ونعمل لها data cleaning تمام. ونستخدم هنا بقى مبيعات زي historical sales data، المبيعات التاريخيه، الماركتنج سبند داتا، بيانات الانفاق على التسويق، الانشطه التسويقيه المختلفه وحجم الانفاق عليها، الكاستمر تاتش بوينت داتا، بيانات نقاط الاتصال المختلفه تمام. ولازم تو انشور داتا كواليتي اند اكيوراسي، تضمن جوده البيانات وايه ودقتها عشان عمليه التكامل ما بين الاستراتيجيتين. الخطوه الثالثه الموديل سيلكشن، اختيار النموذج. اختار النماذج المناسبه ما بين الام ام ام والام تي اي اللي بتتوافق مع اهداف الاهداف اللي انت عايز توصل لها والبيانات اللي موجوده عندك تمام. لو انا عندي بيانات وتسمح باستخدام الاثنين واهدافي تقوم زي ما قلنا ان احنا عندنا اهداف بتجمع الاثنين، يبقى في الحاله زي دي هقدر اعتمد عليهم بشكل ايه، بشكل متكامل. زي ما قلنا الام ام ام هي الماركتنج ميكس موديلنج، بتركز على الرؤى والانسايتس على مستوى الماكرو، على مستوى العام، على مستوى المزيج التسويقي ككل. الام تي اي بتركز على الرؤى على نقاط الاتصال ما بين العملاء او نقاط التماس ما بين العملاء وبين الشركه. الخطوه الرابعه انتجريشن اند اناليسيز، التكامل والتحليل. هنا في الخطوه دي احنا محتاجين نعمل هارمونايزد داتا اند انتجريت التو موديلز اون سوتابل بلاتفورم. ازاي احنا نعمل هارمونايزيشن، تنسيق ما بين البيانات وبعضها، وندمج النموذجين على منصه مناسبه، منصه تحليل بيانات تقدر تحلل البيانات الخاصه بالنوعين وتدمج ما بينهم عشان نفهم كل قناه تسويق بتستخدم النموذج
من النموذجين في ايه، ونقدر نوصل لنتائج تحقق اهداف الشركه. الخطوه الخامسه والاخيره هي الاوبتمايزيشن اند مونيتورنج، التحسين والرقابه او المراقبه. بعد ما استخدمنا النموذجين وحللنا ووصلنا للنتائج، بنستخدم النتائج اللي وصلنا لها في تحسين استراتيجيات التسويق وتوزيع الميزانيات، البادجت بشكل فعال، تمام، و فاين تون كامبينز، ضبط الحملات الاعلانيه بعنايه، تمام، وان احنا يبقى عندنا اسيستم فور كونتينوس مونيتورنج اند ادجستمنتس، يبقى عندنا نظام للمراقبه المستمره والتعديلات اللي بتتكيف مع التغيرات اللي بتحصل ايه في السوق. الادابت تو تشينجينج ماركتنج ترندز اند افكتيفنس، ازاي نتكيف مع التغيرات اللي بتحصل في السوق، وازاي يبقى عندنا حملات تسويقيه فعاله افكتيف عشان تحقق اهداف الشركه. في محاضره النهارده ناقشنا عده موضوعات. اول موضوع عندنا كان الانترودكشن، مقدمه عن الديجيتال ميجرمنتس، ثم ناقشنا ذا فور كاتيجوريز اوف ديجيتال ميجرمنتس، يعني ازاي بنقسم الفئات او التصنيفات الاربعه للديجيتال ميجرمنتس، واتكلمنا عن كل واحده منهم بالتفصيل، البراند امباكت، الكونسيومر اوت كمز، الكاستمر فاليو، واخيرا الاتريبيوشن. بكده نكون وصلنا لنهايه محاضره اليوم. حابب في نهايه المحاضره ان انا اشكر حضراتكم، ونلتقي قريبا ان شاء الله.